خاتم سليمان بالصحة والهنا إن شاء الله، والجزائر تاعنا تتنصر وليداتها ثاني كيف إن شاء الله يا رب. هذا ما نطلب والله يعطيك يعني ما نلقاو في هذا الشهر الكريم إلا أننا ندعو لبلدنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين. جاوبنا الهدية يا شاطر هات البرهان والكل من فكر شوية يا رب انصرنا على العديان، يا رب انصرنا على العديان وتبقى الجزائر ديما محمية. يا رب احفظنا بجاه القرآن وسنة سيدنا محمد خاتم الأنبياء، يرحم شهدائنا اللي ماتوا على الإيمان وخلونا نعموا بهذه الحرية. يربح خاتم في الميدان ويستمع عليه أحلى أغنية، يربح خاتم في الميدان ويستمع عليه أحلى أغنية. احنا كيف أخر ما عندنا حتى حاجة بخلاف الجزائر اللي ضحينا عليها. صح. ورانا نشوفوا شغل شبابنا ربي يهديهم إن شاء الله. لا ان شاء الله مع ذلك فيه شباب جزائريين اللي واقفين على الجزائر. كاينين ان شاء الله ولدي كاينين، عمرهم ما نطيحوا ان شاء الله، ديما واقفين. مدينة شلف مشاهدينا الكرام تتصدر خائمة حافظة القرآن الكريم. اسماء كثيرة، اطفال، شباب، رجال، كهول يتصدرون قوائم المسابقات في حفظ القرآن الكريم سنويا. شلف واحدة من المدن التي تقدم للقرآن الكريم حفظة وحملة لكتاب الله عز وجل. في مدينة شلف اليوم برنامج خاتم سليمان يحييكم، كل عام وأنتم بخير. علموا أبنائكم الصلاة لسبعة سنوات، اضربوهم على عشر. قديت شوية الضرب على الصلاة؟ لا منحكش. واحد قال لصاحبه صلي في بلاستي ركعتين وأنا نجلس تاع دخول المسجد، قالوا لا يجوز الصلاة. ماناش عاطي لها حقها تاع كيما أتم الكلمة معناتها. إذا أنا اليوم أسأل في برنامج خاتم سليمان، الصلاة نيابة عن الغير، هل يمكن أن نصلي نيابة عن الغير؟ أولا نرحبوا بكم في مدينة شلف. الله يسلمك. مدينة شلف كما ذكرت أنه كانت دائما يعني تبرز متسابقين ومتفوقين. نعم. في القرآن الكريم، هذا راجع أنه لمكونات المجتمع في ولاية شلف، حيث أن ولاية شلف لا تزال من أكثر الولايات حفاظا على العادات والتقاليد. أولا على سبيل المثال نأخذ عنا عدة زوايا، على سبيل المثال زاوية عين مران، زاوية أولاد صالح، زاوية مجاجة، يعني عدة زوايا لتحفيظ القرآن الكريم. هذه الزوايا طبعا زوايا اللي تحيط هنا بمدينة شلف، في مدينة شلف وما يجاورها. نعم. كلها تقدم سنويا مجموعة كبيرة من حفظة القرآن الكريم، من بين أبرز الأسماء اللي تعرفهم في من الحفظة هنا في شلف. الشوشي أحمد شوش، هذا الشاب اللي كان معنا في برنامج فرسان القرآن. فرسان القرآن الكريم. خليفة أنت تصلي؟ نعم. الصلاة وش تمثل لك الصلاة؟ الصلاة عماد الدين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام دينه. والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني صح. وش تمثل لك الصلاة أنت في حياتك؟ يعني الصلاة أولا هي واجب، وهي حتى احنا فرض في بعض لأنه فرض واجب، ولكن في بعض الأحيان الصلاة حتى باستثناء على أنها واجب ديني الإنسان تكون يعني كما نقول احنا سير شارج، يعني لما تروح تتوضا تصلي يعني تحس أنه حمل خاطرك القسالي. تحس أنه هي الصلاة أيضا هي راحة نفسية يعني. راحة نفسية يعني حتى ودي على ذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يحين وقت الصلاة ينادي أرحنا بها يا بلال. يا بلال نعم. أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. أنا أستاذة لغة عربية. أهلا وسهلا يا أستاذ. بكان. في اللغة العربية كيف تقدمين لنا الشهر الكريم رمضان من شلف يعني؟ والله غير شهر الرحمة وشهر التوبة وشهر المغفرة، يعني شهر خير وشهر في السنة، في كل أيام يعني السنة. تلاميذك في أي طور، في أي مستوى؟ تحضيري. في التحضيري هل تعلميهم الصلاة أستاذة؟ مش نعلمهم يعني نعطي لهم نبذة.
ملامح يعني. ملامح عن الصلاة كيف. وش تحكي لهم على الصلاة وهم براعم يعني أطفال صغار يعني في مرحلة حضرية 3-4 سنوات؟ أكيد أكيد. وش تقدري تقدمي لهم الصلاة؟ كيف تحببين إليهم الصلاة؟ أحبب لهم الصلاة يعني بطريقة سهلة بسيطة يعني نعطي لهم نبذة من يعني من هنا لما يبلغ السن 7 إن شاء الله يتعلم يعني ما هي الصلاة وكيف نؤدي الصلاة. طيب مدام بصدق يعني أكيد أكيد. وقتاش بديت الصلاة؟ أظن على ما أظن سن العاشرة. طيب من سن العاشرة يا سيدتي وأنت تصلي إلى اليوم، هل عندك صلوات ناقصة في رأيك؟ ناقصة، أنا أعترف نفسي. لا موش النقص في الصلاة، نقصد يعني هل ما صليتيش صلوات معينة؟ عندك قضاء يعني؟ عندك قضاء؟ أكيد عندي قضاء، عندي وأتمنى لو نظل منا وأنا نصلي. طيب أنا نجي نعاونك اليوم، نجي نصلي نيابة عليك. لا، صليها أنا وحدي نفسي. طيب أنا سأحاسب. لو تلقاي أمك ما كانش كما الأم نتاعك، الأم نتاعك تقول لك يا بنيتي أو أختك تقول لك مثلا نجي نصلي في مكانك. لا ما خلي ولا أحد، لأنه أنا الحين تحاسب أنا على صلاتي. أنا طيب لأ... أنا اليوم بدل ما نعطيك خاتم سليمان نقضي نيابة عليك. لا والله يقضيني مال قارون، أنا اللي نخلف صلاتي وحدي. وعلاش؟ لأنه أنا الحين تحاسب عليها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. صلي أنت؟ نعم. وقتاش بديت تصلي؟ من حيث كنت نقرأ بريمير. من الابتدائي. من الابتدائي. يعني هو مليح أنه العائلة الأسرة الجزائرية يعني أننا نعلم الأطفال الصلاة وهم صغار. تصلي أنت؟ نعم أصلي. وقتاش بديت؟ متى بدأت تصلي؟ من الابتدائي. كم عمرك الآن؟ 14 سنة. 14 سنة، أنت بدأت قبل 7 سنوات يعني. نعم أستاذ. طبعا علموا أبنائكم الصلاة على سبعة يعني 7 سنوات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. علموا أبنائكم الصلاة لسبعة سنوات. ها؟ زيد أضربهم على 10. قديت شوية الضرب على الصلاة ولا لا؟ لا لا، لأنك أنت مجد في صلاتك يعني. صلاتي حياتي، صلاتي حياتي. متى بدأت الصلاة يا سيدتي؟ الثامنة متوسط. في الثامنة متوسط يعني تقريبا 8 سنوات هكذا؟ لا أكثر، 12 13. أنت تحكي عن المتوسط. متوسط. كيف تشوفي مشوارك هذا مع الصلاة طويل؟ كيف تشوفي الصلاة؟ ما ناش عطي لحقها تاع كيما أتم الكلمة معناتها. ذوق حنا نديرو واش نقدروا، بصح كي كنا صغار ما كنا في مرحلة التعليم كنا نتعلم ونترمنوا على الصلاة بفضل الأولياء تاعنا. أنا نصلي نيابة عليك. لا يمكن. لا يمكن. يعني ما تعطينيش هذه الفرصة. لا يجوز. لأنه الصلاة يجزي بها الله، هو اللي يجزي بها، كما يجزي الصوم، كما هذه أعمال فردية يقوم بها الإنسان، مش أعمال تطوعية أو أصلا هي فرض. لواحد يعاونك فيها. لا يمكن يعاونني في أنه يذكرني، يصوبني، أنه ما يخلينيش ننهى ننشغل عليها، يجي وقت الأذان يفكرني بها، مثلا اليوم يجي يصلي فيها بلباس محترم اللي هو اللي لازم تاع الصلاة، إلا أنه لا يمكن أن يصلي في مكانك. الصلاة والسلام عليك، عليك يا أمل. أمل أنت في أي تخصص؟ لا حقوق. كيفاش أنت تصلي أمل؟ صغيرة دي بيتون لنا. يعني من 8 سنوات وأنت تصلي. هل تحسي بلي مازال عندك صلوات تقضيهم يعني لازم تعاودي تصحي صلاتك؟ نورمالمون. طيب نجي أنا نصلي في مكانك نيابة عليك. لا يجوز الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم سقساه واحد النهار قال له هل أستطيع دخل المسجد؟ قال له نقدر نصلي في بلاستيك ركعتين تاع واحد قال صاحبه صلي في بلاستي ركعتين وانا نجلس تاع دخول المسجد. قالوا لا يجوز الصلاه كاش منها تاع واحد يصلي في النيابه تاع واحد. اذا انا اليوم اسال في برنامج خاتم سليمان، الصلاه نيابه عن الغير، هل يمكن ان نصلي نيابه عن الغير؟ لا يمكن. طيب لو نقول لك كاين مره كاين حاله اللي نقدر نصلي نيابه عليك؟ كيموت صلاه الجنازه. كيموت
أحمد منين؟ من واد سلي. واد سلي ولاية شلف. واد سلي، ماذا تحدثنا عن رمضان في واد سلي؟ يعني شهر القرآن، شهر الذكر، فانا نشوفوا بلي البعض يتحجج برمضان باش يزعف، كاين اللي يتقلق، كاين اللي كذا، ولكن هذه سيما ماشي الطابع العام، ولكن بعض الحالات الفرديه. احنا في برنامج خاتم سليمان، سؤالنا في حلقه اليوم: هل تجوز الصلاه نيابه عن الغير؟ السيده تقول لا يمكن، واحد يصلي في مكان واحد. عن السلف الصالح ما ثبت، ولكن عندنا في حلقه اليوم من البرنامج سؤال: هناك حاله واحده تجوز فيها الصلاه نيابه عن الغير. معنا احمد، تفضل. اولا الصلاه هي فرض عين، معنى بلي ما نقدرش نقول بلي كاين واحد يصلي في وقته في بلاصه واحد بغرضه حي ولا ميت، لكن كاين عندنا حاله وحاله واحده اللي نقدر الانسان يصلي في بلاصه الاخر، هي لما الانسان يروح يعتمر في بلاصه شخص اخر، او يحج في مكان، او يحج، معنى بلي اول حاجه راح يديرها هي ركعه، هذيك الركعتين اللي يصليهم في هذا راح صلى في بلاصته، معنى بلي وجازت صلاته، وجازت صلاته، معنى بلي هنا قدر يصلي في بلاصته، وهذه الحاله خاصه. احمد، الحاله الوحيده التي تجوز فيها الصلاه نيابه عن الغير، الحاله الوحيده هي لما واحد يحج في مكان واحد او يعتمر في مكان شخص، عندئذ يصلي ركعتي الطواف باسم الشخص الذي حج نيابة عنه. السي أحمد، مبروك عليك خاتم سليمان. خاتم ابن الجود وخاتم من يد سليمان، نغمة جيتار الداوود، خاتم من يد سليمان ونغمة جيتار الداوود. الشكر موصول للطاقم اللي جاي يصور حصة خاتم سليمان، اللي هي حصة رائعة، ونقولوا رمضان كريم لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، وإن شاء الله بإذن الله يدخل علينا بالصحة والهنا، وإن شاء الله المسلمين كاع في بقاع الأرض يعيشوا رمضان هذا آمن ومطمئن إن شاء الله. عندي خاتم سليمان، عندي مفتاح الأرباح، عندي خاتم سليمان، عندي مفتاح الأرباح، من شارك يمسى فرحان بهدية همة وشبان، من شارك يمسى